المدرب المغربي يمكن ما غاديش نعطيو القيمه ديالته لحقاش المدربين المغاربه حققوا انجازات مع المنتخب الاول، ولكن ما نساوش على الانديه المغربيه والمنتخبات المغربيه. يعني تقريبا وانا قلتها للاخوان على اساس انه السنين الاخيره الحمد لله كانت هناك واحد يعني الصحوه على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد يعني القاري. تنظن انه يعني التتويج ديال المنتخب ديالنا يعني في كاس العالم يعني بالوصول ديالو للمباراه النصف النهائيه فهو المجهود ديال 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 الكل ديال المدربين، اول حاجه المغاربه، اللاعبين المغاربه، الاداره ديال الجامعه يعني بالرئاسه ديال السي فوزي القجع. تنظن انه الان ما اصبحش لنا مسموح لاننا نتراجع، وبالتالي خصنا نبذل واحد المجهود اللي هو كبير، لانه التواجد والحضور ديال المدرب المغربي خاصه اللي هو المنتوج المحلي اصبح ضروري باش يعني يمثل في المنتديات الكبيره البلد ديالو والوطن ديالو يعني بشكل جيد. وبالتالي فتنظن انه المدربين الان ملزومين على اساس انهم يحضروا الاراده القويه، خاص تكون هناك تضحيه، خاص تكون واحد لامبليكاسيون لونجاجمون فيزافي ديال اللعاب اول حاجه. الحاجه الثانيه خاصنا نبحثوا على الامكانيات الذهنيه والعلميه، لانه الان المدرب محتاج انه تكون عنده معرفه يعني بجميع العلوم يمكن حتى ديال لوتي انفورماتيك اصبح مهم، يعني التقنيات ديال التواصل اصبحت مهمه، علم الفيزيولوجيا، الاناتومي، يعني كل شيء مجموعه ديال العلوم كلها اصبحت يعني مهمه. وبالاضافه على انه يمكن تنطلبوا حتى من هادو المراكز ديال البحوث اللي كتهتم بالبحوث في الميدان الرياضي، حتى هي خاص تكون هناك واحد 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 التواصل مع المدربين اللي كيشتغلوا في الميدان على اساس انه نستافدوا من البحوث اللي كتعمل. الانجاز هناك دكاتره يعني بكثره عندهم بحوث يعني في ميدان ديال التدريب، في ميدان الفيزيولوجيا، في التاثير، في لاكومونيكاسيون، خاصنا نستافدوا منهم على اساس اننا نطوروا الامكانيات ديالنا واننا ننجو لاعب محلي في المستوى اللي كيمثل الوطن ديالو بشكل جيد. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.